rien ne remplace le livre. Ni support PDF, ni حاجة, ni la lecture électronique, ni rien du tout. Andha la khortawha, mais le kitab, il restera toujours le livre. Le support papier restera toujours le support papier. بالنسبة للمطالعة قد بدأتها منذ سن السادسة تقريبا قبل دخولي المدرسة. القراءة منهج حياة، كتيب بسيط ورائع جدا. ماذا؟ يبين بأن القراءة ليست مجرد تفكه فقط، وإنما القراءة هي ضرورية، ضرورة الماء والهواء للإنسان. يهودي منتهك حرمة مسجد، والشعور الوطني المتدفق يغدو لديه فيضا شعريا عندما ينظر